اليوم في هاد في هاد الشان او خلاص واش ربحنا؟ السنغال ربحوا كوب وربحوا يونيكيب. حنا وي ربحوا يونيكيب وحنايا. وضعك في الصورة غايتنا. زادوا خسروا الحمرة. المهم قال لك نحن مع فلسطين ونهدي هذه الخسارة إلى فلسطين ظالمة ومظلومة. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا بعض الكوارث وبعض الجوانب السيئه للبطوله الوديه الشان، هذا الشيء اللي ما غاديش نشوفوه في الاعلام ديالهم، وغادي نشوفوا كيفاش كيسوقوا لراسهم بانهم افضل من المغرب. هاك تفرج معنا اخويا. ان شاء الله خاص لعب خويا، ان شاء الله دير ديك الدقيقه تصطاد معمر تسمى ديك الدقيقه ما في تبيعو دابا كل ديكي عنده كرسي ديالو غزال. وان شاء الله اقسم بالله راكم ضابطك ما تدوها، ان شاء الله تديها للمروك ونروح نجيبوها من المروك. شوف وري له، شوف اجي الاولى تيكي والله ما تخاف. شوف الضرب، شوف الضرب تاع لابوليس، شوف الضرب، شوف تاع لي جوندارم، شوف وما تخلنيش. ان شاء الله يربحوا السينيغال يا ربي. مرار كاول التومة، شوف شوف سرقوا لي تيكي، تيكيات انا اللي من خرج. ماشي عارف شكون دخل، راك تعرف شكون دخل باين. اهلي ليك خويا، ايه الشاب خالي اللي ماشي دولة شاب ليك خويا. جيت من الله ان شاء الله غدا من ذاك والله صار صمار. اش هاد الوسخ؟ واش هاد العفن؟ واش هادو كانوا في الملعب ولا كانوا في الكوري؟ اش هاد القمه ديال الوسخ اصاحبي؟ اش هاد العفن؟ كانوا تخيل كانوا كيتفرجوا من داك الوسخ وفي داك، لا حول ولا قوه الا بالله. انتم سمعتوا التنظيم كيفاش داير؟ ماشي المغاربه اللي كيقولوها، هما الشعب ديالهم اللي كيقول. شفنا الحاله ديال الملعب كيفاش دايره وداك الوسخ، ولا حول ولا قوه الا بالله. وملي غادي تسمع الاعلام ديالهم ابهرنا العالم. يا ودي هما ربما راه كيقولوا بانهم ابهروا العالم بهذا العفن ديالهم، وحنايا كنفهموها مقلوبه. ما يمكن هما كيقول لك كنوريو للعالم هذا الوسخ اللي كنعيشوا فيه وهذا سوء التنظيم اللي كنديروه، وحنا وقال الله فاهمين مقلوبه. انت باش ابهرتي العالم صح؟ لو الواعره الا عطاونا حنا ننظموا هذا الكام، افريقيا الله يعمرها دار، كاين العدل سيدي. ولكن اللي عطاوه للمغرب الا ما كاينش العدل، كاين الكواليس وكاين البيع والشراء انت اللي منظم واحد البطوله وديه نظمناها حنايا السنين هذه، انت واعر. وحنا اللي منظم بطوله عالميه اللي هو المونديالتو، لا الكواليس لو الواعره هي حافظ الدراجي، لا حافظ الدراجي زعما ضربها وجابها في الجول، قال لهم هذه مجرد خساره وليست هزيمه. واش كتقول هاد الدراجي؟ كيفاش مجرد خساره وليست هزيمه؟ هي الخساره هي الهزيمه، زعما شنو الفرق زعما؟ زدت على شويه الكويمينا وكذا، خساره مجرد خساره ولا من نهزم. ايه وشكون هز الكاس؟ هزاتو الزهره ماتش عبد المجيد مونديال، هادي زيده على المونديال. ملي ما تاهلوش المونديال قال لهم المونديال هو من خسر الجزائر وليست الجزائر من خسرت المونديال. هاي على البرازيل ديال الاهدين ولا الشوان. لو الواعره هي بغاو يقلدوا المغاربه في المونديال، ملي كانوا يربحوا كيمشيو عند الوالدين ديالهم يبوسوا لهم راسهم يفرحوا معاهم يشاركوا معاهم ديك الفرحه حتى هما بغاو يديروها. ولكن كيف العاده التبهديل هو التبهديل. ها انا خويا ما تعرفهمش يطلع عليهم في الحبس، ما تعرف ايش هذا التبهديل هذا. وداك خونا قال لهم لماذا يوضع سياج حديدي فاصل بين الجمهور والملعب الجزائر في نظركم؟ وجا واحد مغربي لتحت راه جاوبه بسخوط، الوالدي جابها له اضربوا دف يا خويا، قال له وهل رايت حاضره بدون سياج؟ يا ربي السلام، يا ربي السلام. ياك نتوما حاضره الكبار الزريبه الكبيره، ما يمكنش زريبه تكون بلا سياج اخويا الله يهدي. واللي داروها المغاربه اش قلدوها؟ عالي شافتو غنو خصها منو، مالكم؟ ما عرفناهم جايين يتفرجوا في الكوره ولا جايين عند محابسيه يطلوا عليهم ولا اش هاد القدر اسيدي؟ وتمشي الاعلام ديالهم ابهرنا العالم بشهاده العالم. فين هاد العالم اللي هضر واللي سامع بالشان؟ الله اعلم. المهم بشهاده العالم انا عطيتونا ننظموا راه نتوما يا رجال، عطيتوه للمغرب نتوما ماشي رجال. فنخليكم تضحكوا شويه مع اعلام الكراغيله كيف العاده. ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات، واللي مازال ما مشاركش معنا يشارك ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد ديالنا دائما. الجزائري يقول الرجل احسست كاني في كاس العالم، دونك خلاص حنا نقولوا
الحمد لله وفقنا، ما قدرناش نهضروا غير في هذا السوجي، لازم نشوفوا القدام. خاصه انه يزيد بالامس كانت الندوه الصحفيه لباتريس موتسيبي اللي كيتكلم على اللوبيات في الكاف، اللوبيات يعني الناس اللي تعمل في الكواليس من اجل الفوز بتنظيم يعني كؤوس افريقيه او اشياء اخرى. الان الجزائر فزنا، احنا فزنا ماشي بالكواليس ولكن فزنا بالامكانيات. لما انسان مثل هذا سانغور يجي الجزائر وينبهر بالامكانيات بالمنشات، أنت تفهم أن الجزائر ربحت شيء اللي هو في بدون كواليس، بشفافية بحسن الاستقبال بحسن الضيافة تربح نقاط في الكاف وكذلك في الفيفا. يزيد بارك الله فيك جلال، بارك الله فيه البريزون تاع الفيدراسيون سينيغاليز يعطيه الصح، يعني كان كلم كلاوس صواب. أنا نزيد برك واش قال موتسيبي في الندوة الصحفية، قال لك باللي إن شاء الله اللجنة اللي راح تقرر لمن نمدوا كأس إفريقيا مكتب تنفيذي قال لك راح نعمل باش تكون كل شيء يكون شفافية، يعني ما يكونوش تلاعبات خارجة على النطاق. احنا واش نقدر نقولوا اليوم باسكو إفريقيا نعرفوها والقارة تاعنا ونعرفوها، جو بونس كو محمد اللي الميو بلاصي باش يقدر يحكي لنا على ما حدث وما يحدث في إفريقيا. وقلتها ونعاود نقولها، إذا حبوا إن شاء الله المستوى يطلع avec une très très bonne organisation et de très beaux stades. On dirait une Coupe d'Afrique 2025 vraiment à la hauteur. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Amma ida kan fi khayr akhar fa huwa khayrhom yitahmlu mas'uliyatou. Aljazair da'iman tibqa abwaba maftouha li Afrika wa kharij Afrika aussi. Wal mala'ib aljazairiya aljadida musta'ida lihtidan mubarayat nihaiya fi ay tab'a. Et je pense que il est grand temps pour boucler ce sujet. Hna on a confirmé, ma qadouch kol hissa nahdrou ala hada al'omour. Ida habat Afrika دير كأس في المستوى العالي فمرحبا بالأفارقة ونحن معهم في بلد كرة القدم. نو نو برك انا حبيت دابور اون دو فيليسيتي جلال باسكو يلا توشي دي جون اللي عندهم دي ديكلاراسيون كي كي بوغ جلال بوغتي توت ليكيب. نو باسكو لازم في هذا عبد الله نغلي وليد مرجاوي وليد رايسي امين فغير كي تكون ان ايفينمون هكذا لازم توشيو الناس اللي عندهم اللي كلامهم مسموع. اون انجلي يسموه السوفت باور، لازم كلامهم يكون مسموع. اسمع اشي هذا السوفت باور فهمت. انا مع سي بور سا كو ولا تروح تشوف تجيب لي واحد اللي ما عندوش كلام واللي ما يسمعوش ما عندوش امبورتي بعيده ولا دونك ومشكور على كل حال حتى لو ديجا عنده اون فاتيك انفورماسيونال. فرض الجزائر لنفسها طبعا قاريا وتؤكد انها جاهزه لاحتضان الجزائر او الاجدر لاحتضان الجزائر اللي كان 2025 توقفنا عندك محمد جوستومون كونسيرنون لورغانيزاسيون اي اوسي لي ديكلاراسيون تاع مسيو اوكالي. نو انا قلت لك سوي با ايطوني من لا ريوسيت تاع لورغانيزاسيون تاع الشان هذي باسكو انا عاود نولي نديك تحوس معايا من 75 اون ايتي ان بي تري جون اللي كان عندنا قريب 12 سنه 13 سنه انديبوندونس فهمت، وكان عندنا لو بلو كرون ستاد دافريك فرنسا ما كانتش عندها صح. سان جوي فرنسا ما كانتش عندها ودنا اون اورغانيزاسيون دو كاليتي صح فهمت دوكا دونك صح. انا من ناحيه ماشي من ناحيه لا كومبيتونس كاين حنا سي كيسيون دو كونفيونس واحد ما يدير ثقه في واحد بيناتنا سي با نورمال اي اون سي با ترافاي اون جروب اون ايكيب اون ايكيب دونك هذا اللي خلانا هذه يعس في هذا حنا المشكل تاعنا هذه يعس في هذا حنا شحال رانا 40 مليون في الجزائر 20 مليون يعس في 20 مليون اول الله هاو المشكل هاو المشكل 20 مليون يعسوا في 20 مليون واش راهم يديروا دوك دخل على مادي يا شيخ دوك عاود دوك يهرب مالو اش مالو مادي انا ولا ماشي ولا ماشي كي تقول لي نجحنا وي وي اليوم في هذا الشان او خلاص واش ربحنا السنغال ربحوا كوب وربحوا اون ايكيب حنا وي ربحوا اون ايكيب وحنايا اون غالي لو ريسبي دو لافريك نو حنا يا اون ديسيبسيون سبورتيف مي ان سكسي بوبولار اكزاكتلي وهذا اللي كنا نحوسوا عليه اكزاكتلي سكسي بوبولار حنا واش كنا نحوسوا عليه كنا نحوسوا عليه كنا حابين زوج مي معليش دينا واحد سكسي بوبولار ou peut-être des points en plus pour la CAN 2020. Exactement. C'est ça. Je sais, moi, justement, et Hadji Diouf en 2002. Avoir des déclarations pareilles, mais des...
très important. Plaisir, bien sûr, c'est un grand joueur du football africain. Et donc, on ne peut pas faire marche arrière. Il faut qu'on avance. On a de nouveaux stades. Inch'Allah, il y aura une nouvelle politique du sport en général et du football en particulier. Parce que, comme on dit, le Qadam est le meilleur chabiyah dans le monde. Et Diouf, il sait le haut niveau. باش واحد كيما هو يقول لك نشكر الحكومه الجزائريه والمسؤولين الجزائريين ويقول لك لما تنظم حاجه بهذه الاهميه لازم التدخل تاع الحكومات باش نقدروا نكونوا في المستوى ويقول لك الجزائر تقدر تنظم كاس افريقيا وراح الى ابعد كاس العالم باسكو شنو كاس العالم سي نقولوا الجماهير حاضره غير بالعقل غير فنادي غير بالعقل لا مانيش نقول انا ليا يعني غير بالعقل ماشي ماشي بروش افونير ماشي يعني زعما او لوان باسكو لازم يفوز مالا دوك اون فا ديباتر ان بتي بو في هذا الدوسي مانو مانو ان كوب دو موند سي تروا بي ايه اكزاكتومون ايه تروا بي خويا ايه تروا بي تقدر تستضيف مجموعتين ولا في بلادك صح جو بونس كو سي فيزابل سي فيزابل مادام عندنا الفنادق وعندنا المنشآت وعندنا تو سكيفو فوا ميليوري فوا ميليوري فوا ميليوري بوكو شوف قبل ما نبداو بكأس العالم لازم نطوروا الامور تاعنا داخليا في الكره الجزائريه نشوفوا بطوله في مستوى نشوفوا دي جون كيونترينيو مليح نشوفوا هذه الامور لا تتماشى مع المنشآت الجديده انا جبت لي ريزون يا زيد بور بارلي دو كوب دو موند انا اونكور ان بو لوان كوب دافريك دون ان فيتور بروش بوركوا با بصح عندك الحق كامل في الصوالح تاع هنا ديجا في لي برودوي لوكو باش فيس اميليوري لا كاليتي دو شامبيون دي ستركتور ايتترا بور بوفوار احنا اليوم الموارد البشريه موجوده المداخيل بسم الله ما شاء الله كاس كي نو مونك سي لا بون جيستيون سي تو اي نو مونك لا بون جيستيون اي والراجل المناسب في المكان المناسب مالوروزمون جو دي بيان مالوروزمون اون دون لا شونس لواحد الناس في الانديه الجزائريه جو دي بيان في الانديه الجزائريه اي اخي فو تو سا ماشي غير في الانديه الجزائريه ما في الفيدراليه معليش مي كي تبدا محمد وزيد نقول لك انا نعاون لك قلت هذا نكمل نكمل صدير الفكره تاعك كمل الفكره ولازم نحو شرعيه الفساد وي لازم نحو هذيك شرعيه الفساد شكون اللي يعطي المسؤولين شرعيه الفساد حنا باسكو نقبلوا كلش وما نهضروش على كلش وي بون دونك هو يدي شرعيه الفساد محمد انا جو بونس كو اون دينونس واحد الفساد جيسبيغ كو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نقولوا بلي تري بيان ان شاء الله تسقموا بزاف امور حتى قناه البلاد اقتربت كذلك من رئيس اتحاديه السنغاليه لكره القدم سانغور اللي هو كذلك عضو في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم سي امبورتون رئيس الاتحاديه السنغاليه كما نسمعوا الان شكر الجزائر على الامكانيات وعلى كذلك الروح الرياضيه من قبل الجماهير الجزائريه كان هذا هو الفيديو ديال اليوم خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات باش مخلوش عليا بالراي ديالكم الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا كيف العاده نشوفوا في فيديو جديد ديما مغرب